ومحاولة لفريق الوداد الفاسي دائما خطيرة، لكن اش كانت هدف؟ اذا هدف. لم نعتقد بان الكره سجلت بهذه الطريقه، كنا نعتقد ان الكره جاءت من الخلف، لكن في نهايه المطاف هو هدف لفريق الوداد الفاسي. وداد الفاسي الذي فاجأ فريق الجيش الملكي، وستلاحظون من خلال الاعاده اننا لم نكن ابدا، فحتى اللاعبين ديال فريق الوداد الفاسي لم يكونوا يعتقدون في ان الهدف سجل، ولا الجمهور ولا ايضا المدرب، وكان هناك تاخر على مستوى اعلان الفرحه بالنسبه لفريق الوداد الفاسي وفعاليه فريق الوداد الفاسي. لكن الهدف حاضر، تمكن من تسجيله من زاويه مغلقه ان شئنا القول في مرمى الحارس المكروني، واسف كبير للمدرب دحان الذي بطبيعه الحال هو خارج. نشاهده مره اخرى كيف انه الهدف اللي تسجل في مرمى فريق سجل، كنا نعتقد انه كان من الشباك الصغيره، ولكن ولكن في نهايه المطاف كان في المرمى بوسط لاعب رضا الغزوفي، قدفة قويه لم تترك اي حد لمرمى، وتغيير خروج اللاعب اخميس ودخول اللاعب الدحماني، ثالث تغيير في صفوف فريق الوداد.